عليكم ازيكم يا شباب، ان شاء الله هنبتدي مع بعض حل الواجب. هنبتدي من الصفحه التعليم اللي من الصفحه الاولى هنسالها. هنبتدي من اول سؤال 12. سؤال 12 فكرته ببساطه انه القلم فكرته ببساطه انه مديك السيركمفرنس بتاع السيركل، بيقول لك ان 2 باي ار is equal to 16 باي، معنى كده ان الار از ايكوال تو 8 سنتيمتر، ومعاك الهايت كان هو مديهولك. تعرف تجيب الدرور عن طريق انك تعمل ده سكويرد بلس ده سكويرد از ايكوال تو 10 سنتيمتر. ف دلوقتي عشان تجيب اللاترال اريا، اللاترال اريا هتضرب اللاترال اريا از ايكوال تو R times L times باي أو باي R L، وهنا هيساوي 80 باي. رقم 13، وهي فكرة سنة صغيرة مختلفة مش أكتر، مديك في رقم 13 مديك ال بيقولك إن ال L اللي هو length of the drawer بيساوي 2R. تمام يا عم، length of the drawer بيساوي 2R. فده ساعتها لما اقول total area is equal to total area بيساوي ايه؟ بيساوي 4 باي بلس L بلس R. هو مديك ان الدرور بيساوي كذا، تمام؟ total is equal to r by وين بقى 2r plus r كام 3r، يبقى r by r في 3r is equal to 3r squared by ده total area. تمام، total area is equal to 3 by r squared. تمام. رقم 14 ما فيهاش اي حاجه. رقم 14 مديك الاتش ومديك ال، تعرف تجيب الار تقريبا. الار حسب ما تذكر يكون 6 ولا 24، الار هيطلع 10 سنتيمتر. بعد كده تقول ان الاريا اوف ذا سيركلر اريا، انت دلوقتي عندك البيس على شكل اريا، خلي بالك البيس في الكون على شكل اريا، سوري البيس في الكون على شكل سيركل. فاحنا كنا بنجيب اريا السيركل ايه؟ اريا اوف بيس بيساوي باي ار سكوير 100، تطلع معايا ب 100 باي. نكمل رقم 15، فيها فكره فهنشرحها بالتفصيل. هنا اللي هو اصلا اغلب الدرس ده عكس الدرس اللي فات، اغلب الدرس ده هو اوريدي كلها قوانين مباشره. يعني التوتال اريا هو مديها، مديك التوتال اريا بيقول لك بتساوي 616 كويس جدا باي. تمام، قول لي بعد اذنك قانون التوتال اريا مش بيساوي باي ار في ال بلس ار، كل ده بيساوي 616 باي. هشيل الباي مع الباي. هو كان مديني معلومه كمان، مديك انهي معلومه؟ بيقول لك ان اللينس اوف ذا درور بيساوي 30، فده معناه 30 بلس ار تايمز ار ايكوال تو 6، فبالتالي 30 ار بلس ار سكويرد ماينر 616 از ايكوال تو 0، ار سكويرد بلس 30 ار ماينس 616 از ايكوال تو 0. اعمل فاكتورايز بالاله، هيطلع عندك ار ماينس 14 ار بلس 44 از ايكوال تو 0، ويطلع معاك ان الار از ايكوال تو 14، عشان ده يطلع ار بيساوي نيجاتيف 44 وده ريفيوز. فين 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 اهو، كمل كلامك. رقم 16 برضو ما فيهاش اي فكره، مديك 2 باي ار، وده بيقول لك ان ده البرامتر او ده السيركمفرنس بتاع البيز، صح ولا غلطان؟ بعد ما اداك ده از ايكوال تو 88، فبالتالي لو انت عوضت في القانون
مع ملاحظة ان هو قال لك ان من حقك تستعمل باي ب 22 اوفر 7 هيطلع معاك ان ار از ايكوال تو 14. كويس قوي 14، وهو كان مديك الاتش بكام؟ ب 20. تعرف تجيب اللينس اوف ذا درور ولا لا؟ تعرف تجيب اللينس اوف ذا درور، هيطلع معاك تقريبا على ما اتذكر 24.41. كويس جدا. عايز تجيب اللاترال اير، اللاترال اير بيساوي باي ار ال، يطلع معاك الهلومه دي كلها تقريبا اقرب رقم هيبقى كده. فلو قربته هيديك خلاص رقم 17 برضو نفس الكلام، ما فيهاش اي حاجه، مديك اللينس اوف ذا درور، مديك اللينس اوف ذا راديوس، عايز الفوليوم، هتجيب الاتش مع ملاحظه ان قانون الفوليوم 1 اوفر 3 باي ار سكويرد في الاتش. تمام، هيطلع معاك 96. نكمل رقم 18 برضو ما فيهوش اي فكره، هتعرف تجيب الار عن طريق ان هو مديك اللينس اوف ذا درور، مديك اللينس اوف ذا هايت، تعرف تجيبهم بالبايثاغورس، يطلع معاك ان الار بيساوي 3 سنتيمتر. بعد ما تجيب ان الار بيساوي 3 سنتيمتر تعرف تعوض بقانون الفوليوم ان 1 اوفر 3 تايمز باي ار سكويرد اتش، يطلع معاك في الاخر ب 12 باي. رقم 19 فيها فكره الصراحه، فاحنا هنحلها برضه بالتفصيل. اي حاجه فيها فكره هنحلها بالتفصيل، غير كده احنا بنعدي سريع سريع عشان ناس كتير اشتكت من وقت الفيديو. تعال نكمل، ركز معايا. هو بيقول لي ان انا عندي ايكويلاترال تريانجل اسمه اي بي سي، اي بي سي هيلف حوالين البي سي، هيلف حوالين البي سي. تمام، لا هو كروتيشنال اكس. يعني ايه روتيشنال اكسس؟ يعني ده هيلف كده حوالين نفسه. تمام، يعني هو هنا دي. تعالى بس في الاول نقول شويه حاجات. بما ان ده ايكولاتر تريانجل مش من حق انزل الميديان كده بيربنديكولار، فلو ده كان ال وده ال فيبقى ده ال. اعرف اجيب لينس الميديان؟ لينس الميديان على فكره يساوي روت 3 اوفر 2 ال. اعملها انت بالبايثاغورس، تعالى نسمي دي دي، اعملها انت بالبايثاغورس يطلع معاك ده. تمام تمام، مدي ده كده، انا عملت له ريفولت بقى، ده اسمها ايه ده دلوقتي؟ انت ايه اللي حصل؟ بقى عندك تو كونز، واحد ادي التاني، ادي واحد ادي التاني. انا هشتغل على واحد بالنسبه لده. مين دلوقتي بقى الهايب بتاعي؟ مين دلوقتي بقى الهايب بتاعي؟ اهو، يبقى الاتش بتاعي بيساوي هاف ال ال. مين بقى الراديوس بتاعي اللي هو الاي دي؟ تمام، يعني انا دلوقتي بقى عندي ان البي دي هو الاتش وعندي الاي دي هو الار، بيساوي كام بالظبط؟ بالظبط بيساوي روت 3 اوفر 2 ال. كويس جدا، انت كده برنس، تعرف معاك الار ومعاك الاتش، تعرف تدخل في المساله؟ ادخل يا عم. الفوليوم بيساوي 1 اوفر 3 تايمز ال تايمز مين بقى؟ ركز معايا، الار اسمه ايه؟ روت 3 اوفر 2 ال، هو اسمه كده على بعض، روت 3 اوفر 2 ال هول سكوير، صح؟ بيساوي 1 اوفر، دي هنا 1 اوفر 2 1 اوفر 6 باي ال تايمز 3 اوفر 4 ال سكوير، يطلع عندك باي ال سكوير ال كيوب اوفر ال 8. تمام معايا لحد دلوقتي ولا ايه نظامك؟ تمام خلاص، ده الفوليوم. بس انا كده كنت شغال على فوليوم 1 اوف 1 كون، انا عندي كام كون؟ عندي 2 صح؟ فعشان اجيب التوتال فوليوم، تعالى انا وانت نسميه التوتال فوليوم، لازم انا اضربهم في 2، ف 2 تايمز باي ال كيوب اوفر 8 يديك باي ال كيوب اوفر 4، واللي هتلاقيها هنا رقم سي. نكمل مع بعض يا شباب.
رقم 20 رقم 20 ما فيهاش فكره خالص، يعني هو هنا بيديك الفوليوم ومديك البارامتر او السيركمفرنس بتاع البيز، منها تعرف تجيب ان الار بيساوي 3 تمام، انت عندك 2 باي ار بيساوي 6 باي، عندك الهايت معاك الار، القانون هنا القانون ده بيقول 1 اوفر 3 باي ار سكويرد اتش بيساوي الفوليوم، معاك الفوليوم معاك الار، تعرف تجيب مجهول واحد اللي هو الاتش، الاتش هيطلع معاك ب 9، الاتش هيطلع معاك ب 9. 21 نفس الفكره اللي احنا كنا حليناها في 15 هيطلع معاك برضو، هتحط كده بس المره دي لا اسهل. ليه؟ لان هي في مجهول واحد ان هيطلع معاك ان ال ال، تعالى نعملها وخلاص بقى الحمد لله. رقم 21 القانون بيقول ان باي لا القانون بيقول ان باي ار في ال بلس ار هو اللي بيساوي التوتال اريا. هو اداك التوتال اريا بكام يا عم؟ اداك ب 90 باي، فبالتالي 5 باي وال ال اللي انا مش عارفه بلس 5 بيساوي 90 باي اوفر 5 باي اوفر 5 باي، يطلع عندي ان ال بلس 5 از ايكوال تو 18، يطلع عندي ان ال بتساوي كام؟ 13. حلو قوي كده، معايا ال ال ومعايا الار، اعرف اجيب الاتش ولا لا؟ اعرف اجيب الاتش، هيطلع معايا الاتش بكام؟ اعمل باي سايكولاس دي سكويرد ماينس دي سكويرد، يطلع معاك الاتش بيساوي 12. كويس جدا. هو كان اصلا طالب ايه؟ انا ليه جبت الاتش؟ عشان هو كان عايز هنا الفوليوم، معايا الاتش ومعايا الار، هو كان مديها لي فين؟ اهي الار، اعرف اجيب ولا لا؟ يطلع معاك ب 100 باي، ده الايه؟ ده الفوليوم، والاتش طلع معايا بكام؟ ب 12. تمام؟ اظن الموضوع كده بقى واضح. هي رقم 19 هي اللي فكرتها كويسه جدا، يعني جميل. توقع ان شاء الله امتحان الشهر الجاي رقم 19 جايه في الامتحان. تمام؟ نكمل. رقم 22 برضو ما فيهاش اي فكره، كنا حلينا نفس الفكره دي بالظبط، برضو مديك التوتال اريا، هتعوض تشتغل باي ار في ال بلس ار از ايكوال تو 216 باي، هتشيل الباي مع الباي، هتعوض بان ال اللي هو كان مديها لك ب 15، يفضل عندك ان ار سكويرد بلس 15 ار ماينس 216 از ايكوال تو كام؟ 216 از ايكوال تو 0، هتشتغل هيبقى ار دي هتديك كام؟ استنى 216 وعندك هنا 15 216 دي 9 10 تديك ار ماينس 9 9 ماينس 15 9 بلس 15 از ايكوال تو 24، ف ار بلس 24 از ايكوال تو كام؟ از ايكوال تو 0. خلاص؟ اتاكدوا بقى برضو، انا عايزكم تاكدوا بس شويه معلش في كده عشان انا حسبتها من غير كالكوليتر يعني، فانت لو الارقام بالظبط عادي يعني ماشيين. فكده عندي ان ار از ايكوال تو 9، كويس جدا. والاتش هعرف اجيبه دلوقتي معايا ولا لا؟ هو مديني لينس اوف ذا درور اللي هو كان 15 سكويرد ماينس 9 سكويرد هيساوي 12، كويس جدا. عايز اجيب الفوليوم، الفوليوم بيساوي كام؟ فين 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 فين؟ اهو 1 اوفر 3 تايمز 9 سكويرد تايمز باي ده اللي هو باي ار سكويرد ده 1 اوفر 3 دي 27 29 28 9 3 4 اهو. تمام؟ للاسف بقى هتضطر تتاكد من دي بالذات في الكالكوليتر عشان حسبتها من غير كالكوليتر خالص يعني، فانت اتاكد ورايا في الحسابات بعد اذنك يعني. تمام. رقم 23 23 برضو ما فيش اي فكره، الدنيا تمام يعني. 23
بيقول لك ايه في 23؟ بيقول لك اراي السيركلر كود مديك اللينس اوف ذا درور، مديك اللاترال اريا، تعرف عن طريق كده معاه بقى معاك الار، معاك اللاترال اريا والار، معاك الدرور والار، تعرف تجيب الاتش. بعد ما تجيب الاتش اللي بالمناسبه هيطلع معاك بالار، طلع معاك ب 7 والاتش هيطلع معاك ب 24، يبقى عندك بعد كده ان الفوليوم هتعمله هما الاثنين هيطلع معاك ب 1 2 3 2 تمام. رقم 24 برضو نفس الكلام، ما فيهاش اي حاجه. رقم 24 مديك الفوليوم ومديك اللينس بتاع البيز، وقال لك هنا بس اللقطه كلها انه قال لك ايه؟ قال لك ان الفوليوم از ايكوال تو، ركز معايا، هو هنا اداك الفوليوم اللي هو المفروض 1 اوفر 3 باي ار سكوير دي اتش، قال لك ده بيساوي كام؟ قال لك بيساوي 9 باي على عيني وعلى راسي. قال لك بعد كده ان اللينس بتاع الراديوس هو هو اللينس بتاع الاتش، يعني الاتش بيساوي الار، يعني ممكن اقول 1 اوفر 3 باي ار كيوب بيساوي 9 باي. شيل الباي مع الباي واقسم على 1 اوفر 3 يبقى عندي ار كيوب از ايكوال تو 27، يطلع عندك ان الار بيساوي 3. الار بيساوي كام؟ 3 سنتيمتر. عايز اجيب الاريا اوف ذا بيز، مش الاريا اوف ذا بيز بيساوي باي ار سكوير، هيساوي كام؟ 9 باي. بص انا هقول لك حاجه، ما تعتمدهاش قانون، يعني ما تجيش بعد كده خلاص انت كركبت او ان انت خلاص بقيت بصمجي، لا الموضوع اكبر من كده. ده مش قانون، ده مش قانون ثابت، ده سبيشال كيس ان هما طلع عندك الاثنين شبه بعض، فاهمني؟ ده في حاله فقط ان هما الاثنين ان الار بيساوي الايه؟ الاتش. تمام، تعال نكمل 25. فيها فكره ظريفه كده عايزك تخلي بالك منها بعد كده. بيقول لك ان الفوليوم اوف رايت سيركلر كون بيساوي كام؟ 100 سنتيمتر، 1 اوفر 3 باي ار سكوير اتش از ايكوال تو كام؟ از ايكوال تو 100 اقسم اوفر 1 اوفر 3، 1 اوفر 3 يطلع عندك ان باي ار سكوير اتش از ايكوال تو كام؟ از ايكوال تو 300. حلو قوي كده، عايزك تحفظ دي زي اسمك. تمام، شوف بقى المسألة، الجزء الثاني من المسألة، قال لك الفوليوم هيحصل له ايه لما هعمل ايه؟ هعمل دبل الريديوس، الريديوس بتاع البيز هعمل له دبل، يعني بعد ما كان عندي 1 اوفر 3 باي ار سكوير هخليها 2 ار اول سكوير. ده أول حاجة الناس وقعت فيها. هو أنا مش باقي لما بص لما أجي أعمل دبل الريديوس أنا مش باقي، بص ده كده الفوليوم تمام؟ لو جيت عايز أعمل دبل الفوليوم هاجي أعمل ده تايمز 2، ده كده بعمل ايه؟ دبل الفوليوم. طب انا عايز اعمل دبل الراديوس ذات نفسه، باجي هنا بشيل الار واحط مكانها 2 ار، الار اوريدي سكوير ف 2 ار برضه هيتعمل لها سكوير، ده هيساوي نيو فوليوم. تعالى نسميه نيو فوليوم انا وانت، 1 اوفر 3 باي 4 ار سكويرد اتش تمام. طب تعالى بقى 4 اوفر 3 باي ار سكويرد اتش، الله الله، باي ار سكويرد اتش انا كنت محافظها لك ان هي مين؟ بالظبط اللي هي 300 تمام. فاذا 4 اوفر 3 تايمز 300 هيديك النيو فوليوم اللي هيساوي ال 400. كويس جدا 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 جدا. 26 نفس الحوار بالظبط، انا وانت عرفنا او لاحظنا ان احنا لو عملنا دبل للريديوس ايه اللي هيحصل؟ بينكريز 4 تايمز. ليه؟ عشان الريشيو ما بينهم فيها سكوير، يعني الار جوه قانون الفوليوم سكوير. ده اللي انت يعني على فكره القانون ده ما بينطبقش خالص على اللاترال اريا. ليه؟ لان في اللاترال اريا لازم تفهم حاجه زي كده كويس، بيبقى ال باي ار، الار اخبارها ايه؟ هي ار. فلو قلت لك هشيل الار واحط مكانها 2 ار ايه اللي هيحصل لاتر اريا؟ هيحصل لها دبل، فبالتالي العلاقه ما بينهم كونستنت.
طب لو قلت لك في قانون الفوليوم الار مالها ار سكوير، بالتالي لما بعملها دبل الفوليوم بيحصل له ايه؟ انكريز 4 تايمز. عملتها تريبل ايه اللي هيحصل؟ انكريز 9 تايمز، اربع مرات 16 تايمز وما الى ذلك. فخلي بالك تمام. اللي حصل هنا انه بيقول لك ايه؟ الراديوس انكريز دبل. اول ما يقول لك انكريز دبل يبقى هو ايه اللي حصل للفوليوم بالظبط؟ انكريز 4 تايمز تمام. يعني لما حصل دبل الراديوس، تعال نسميه دبل بتاع الراديوس، عمل ايه؟ انكريز 4 تايمز. يعني بعد ما كان فوليوم اتحول الى 4 فوليوم، يعني الفوليوم اتضرب في 4 كويس. لما هو اخيرا بقى كان 100 بقى اتحول لكام؟ 400 كويس جدا. ايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك بعد كده الاتش، الاتش اللي هي في القانون الفوليوم مالها؟ هي اتش سكويرد او روت اتش؟ لا هي اتش بس، هي اتش تمام. مالها؟ ايه اللي حصل في الاتش؟ قال لك ديكريس تو هاف، فبدل ما كان فوليوم بقى ايه؟ هاف فوليوم. هاف تايمز 4 بتساوي كام؟ 2. يبقى هو ماله؟ انكريز تو دبل تمام؟ تمام. تعال نكمل انا وانت هنا. رقم 27 برضو ما فيهاش اي حاجه، مديك الراديوس بس عشان الناس للاسف ما عرفتش. بيقول لك ان الراديوس ماله is equal to 6 و twice الهايت بتساوي 6. بص بتقراها ازاي، انت ماشي كده صح. اول واحد بتقابله اللي هو the radius دي القيمه بتاعته، و twice الهايت بيساوي 6. اتلخبط فكهم، بمعنى الراديوس بيساوي كام؟ بيساوي 6. الراديوس بيساوي 6 و twice الهايت بيساوي كام؟ بيساوي 6. اذا الهايت بيساوي لي كام؟ خلي بالك تمام، عايزك اولا تجيب الريشيو ما بين الفوليوم بتاع الكون والفوليوم بتاع البيراميدز. انهي بيراميدز بالظبط؟ قال لك البيراميدز اللي البيز لينس بتاعه بيساوي الهايت بيساوي 6. اذا هنا عنده ايه؟ الاثنين بيساوي بعض بيساوي 6. تعال اشتغل بتاع الكون لوحده وبتاع البيراميدز لوحده، اشتغل بتاع الكون زي ما انت كنت اشتغلت، يطلع معاك ب 36 بارز كويس جدا تمام. اشتغل بتاع البيراميدز ده 6 وده 6، يطلع معاك الفوليوم بيساوي 27 72. اعمل ده بس خلي بالك بقى وانت بتعمل، هو عايز مين تو مين؟ هو عايز الكون تو بيراميدز، ما ينفعش تلخبطه. يعني ما ينفعش هو يبقى طالب منك ده وانت ايه تعكسه، لا هو عايز الفوليوم. يبقى هو هيحط 36 باي اوفر ايه؟ 72. ده يديك باي اوفر 2. طب باي اوفر 2 اللي هو مين؟ اهي تمام 28 زي ما انت شايف بالظبط. الاريا الفوليوم اوف ذا كون بيساوي اسمه ايه؟ الفوليوم اوف ذا كون بيساوي ايه؟ 1 اوفر 3 باي ار سكويرد اتش. طب بتاع السلندر باي ار سكويرد اتش من غير 1 اوفر 3، يعني لما تشيل ده مع ده يظل لك مين؟ 1 اوفر 3. نكمل 29 ما فيهاش برضو حاجه ما تتخضش، بس هي بس ايه كبيره حبتين 3 4. كمل يا عم. اول حاجه عايزك تعملها تجيب السلنت هايت. هو انا لو باصص من هنا اعرف اجيب السلنت هايت ولا السلنت هايت هيساوي 10 ليه؟ 6 سكويرد بلس 8 سكويرد. طب اللاترال اريا اوف ذا كون كان بيساوي ايه؟ بيساوي دلوقتي بس انت عايز اول حاجه اللاترال اريا اوف ذا كون. حلو قوي. اللاترال اريا اوف ذا كون اللي هو دلوقتي الدرور، يعني بس عايز اقول ان الدرور بتاع الكون هو السلنت هايت بتاع مين؟ بتاع البيراميدز كويس كده. جبتهم هما الاثنين بيساووا 10، عايز اجيب اللاترال اريا. تعرف تجيب اللاترال اريا بتاعت الكون بيساوي ال باي ار بيساوي 60 باي كويس جدا جدا جدا. بعديها ده كان اول حاجه عايزها 60 باي. ليه؟ عشان الار ب 6 وده ب 10
10 تايمز 6 12 6 دي باي كم التوتال اريا بتاعت البيراميدز. التوتال اريا بتاعت البيراميدز كان بتساوي ايه؟ بتساوي اللاترال اريا بتاعت البيراميدز زائد الاريا اوف ذا بيل. طب اللاترال اريا بتاعت البيراميدز كان بتساوي ايه؟ بتساوي هاف البارامتر بتاع البيز تايمز الايه؟ تايمز الهايت وايز تايمز السلانت هايت سوري تايمز السلانت هايت. طب البيز هنا على شكل مين بتاعت البيراميدز؟ بتاعت البيراميد على شكل مربع. الضلع بتاعه بيساوي كام او السايد لينث بتاعه بيساوي كام؟ ال بتاعته بتساوي 12 سنتيمتر. حلو جدا. يبقى التوتال اريا بتاعت البيراميدز اشتغل معايا يلا هاف الاريا اوف ذا البيراميدر اوف ذا اريا اوف ذا بيز اللي هو هاف تايمز 12 تايمز 10 اللي هو السلانت هايت بلس الاريا اوف ذا بيز اللي هو ايه؟ ال سكويرد اللي هو كام؟ 12 سكويرد يطلع معاك 300. تمام؟ انا بنجز بنجز في الحسابات بقول لك الافكار وانت عايش كده كده المودل اصلا ينزل لك يعني مش بنسيب حاجه. كمل معايا. عايز بعد كده مين؟ عايز الفوليوم بتاع البيراميدز 1 اوفر 3 تايمز الاريا اوف ذا بيز تايمز الاتش. كنت انا لسه انا وانت لسه جايبين يلا احنا فين دلوقتي؟ احنا في رقم اللي هي الثيرد فورث. احنا في الفورث دلوقتي. هو كان عايز التوتال اريا اوف ذا بيراميدز اللي هي دي لازم ما حليناش دي سوري. كمل يلا. عايز الفوليوم اوف ذا بيراميدز 1 over 3 times ال height 12 ال height بـ 8 times عايز ال area of the base 12 squared بيساوي 1 over 3 times 2 times 8 times 12 squared يطلع عندك 300. ايه ده هي تمام. بس طبعا ده تشابه ارقام مش اكتر. كمل. الريشيو بتوين الفوليوم بتاع البيراميدز اللي انا وانت لسه جايبينه والفوليوم بتاع الكون. هو انا مش كنا جايبين الفوليوم بتاع الكون ولا لا ما جبناهوش؟ يلا نجيبه. الفوليوم بتاع الكون بيساوي 1 اوفر 3 باي ار سكويرد اتش بيساوي ركز معايا بقى بيساوي 1 اوفر 3 باي ار سكويرد h over مين كنا لسه جايبينه 1 over 3 over 3 over 12 square times 8 يطلع معاك before over باي. لا انا عكستهم على فكره. ده هيطلع باي over 4 بس هو على فكره كان عايز مين؟ عايز الريشيو ما بين الفوليوم اوف ذا كون The volume of the pyramids to the volume of the cone. يبقى احنا عكسنا. تعالى انا اكتبها لك عشان ما تتلخبطش. هو ال volume of the pyramids كنا انا وانت لسه جايبينه حالا كان بيساوي ايه؟ 1 over 3 times 12 squared times 8 over ال volume بتاع الكون 1 over 3 times by times r squared times 8 اعملها تطلع معاك ب 4 over باي. كويس يطلع معاك بمين؟ بفور اوفر باي. ليه؟ ده هتروح مع ده والباي هتفضل زي ما هي. طب وده هيروح مع ده. ده اوفر ده يديك كام؟ المفروض 12 اوفر 6 يديك كام؟ يديك 2 بس ال 2 سكويرد 4 اهي 4 اوفر باي. اكيد هتلاقيها في الاختيارات اهي بالظبط. بص بقى بص هو بص بص يعني هو بص لقيمه ازاي؟ حاطط لك باي 2 4 ليه؟ عشان لو انت ما خدتش بالك زي ما انا كنت عندي في الاول ما خدتش بالي هو مين عايز مين تو مين بالظبط كنت هتساعده. تمام؟ اخر حاجه عايزها اللاترال اريا اوف ذا بيراميدز واللي هي بتساوي الاريا اوف ذا او البيراميتر اوف ذا البيز في السلانت هايت بس طبعا في هاف ما تنساش الهاف. تمام؟ هاف times 12 times 4 times 10 دي 5 هنا دي 12 times 4
12 times 4, 48. 48 over 2, 24 times 10 بيساوي 240 يا جماعة. تمام؟ ده اللاترال اريا بتاعت مين؟ بتاعت البيراميدز اهي. اللاترال اريا بتاعت الكون اللي انا كنت لسه جايبها هنا بيساوي كام؟ 60 بار، صح ولا غلطان؟ ده اوفر ده 3 اوفر 4، لا دي 4 اوفر باي برضه تاني، صح 24 اهي. تمام؟ نكمل. فين قربنا نخلص كويس؟ تمام. دلوقتي هنا بس ركز معايا، هو مديك ايه ده؟ ده اللي هو ايه؟ السيركمفرنس اللي هو 2 باي ار، ده 2 باي ار بيساوي عندي كام؟ 10 باي، كويس جدا. يبقى الار بيساوي كام؟ بيساوي 5 سنتيمتر. هي بالظبط، صح ولا غلطان؟ كمل معايا، لو دي بيساوي 5 سنتيمتر. هو عايز الفوليوم، هو عايز الفوليوم، مديني الار بي، وده هيبقى مين؟ ال 13 ده يبقى مين؟ ده اللي هو الدرور، صح ولا غلطان؟ 13 لو عملتهم فيثاغورس يطلع اخر من اتش بيساوي 12، اعمل ده سكوير ماينس ده سكوير تحت الروت يطلع لك مين؟ اتش 12. معاك الار ومعاك الاتش، تعرف تجيب الفوليوم؟ طبعا طبعا. 1 اوفر 3 تايمز باي ار سكوير 25 تايمز 12 يطلع معاك 100 باي. تاني هنا برضو نفس الكلام، مديك 2 باي ار، ال 2 باي ار عندي بيساوي كام؟ ال 2 باي ار بيساوي كام؟ بيساوي 12 باي. اعرف اجيب ان الار بيساوي كام؟ الار بيساوي 6، كويس جدا. مديك ان الفوليوم، مديك ان الفوليوم بيساوي كام؟ يبقى 1 اوفر 3 تايمز باي تايمز 6 سكوير تايمز اتش المفروض يساوي كام؟ 96 باي. باي نروح مع الباي، والاتش تعرف تجيب من هنا الاتش ولا لا؟ اعرف اجيب الاتش. استنى اجيب كالكوليتر. نعم يا شباب، كنا بس بنجيب البتاع، احنا كنا في رقم 31. تمام، تعالى نحلها من الاول. تمام، هو مديك بيقول لك ان شايف اللي تحت ده اللي احنا اتفقنا ده لمين؟ ده السيركمفرنس بتاع السيركل. تمام، كنت عندك ان كمل بقى. يلا، هو بيقول لك ان 2 باي ار بيساوي كام؟ 2 باي ار اللي تحت ده بيساوي كام؟ بيساوي 12 باي، صح ولا غلطان؟ يبقى الار بتاعك تعرف تجيبه ولا لا؟ اعرف اجيبه، يطلع ب 6. تمام، الفوليوم اللي هو كان مديهولك بيقول لك 1 اوفر 3 باي 6 سكوير تايمز اتش المفروض يساوي كل ده كام؟ 90 باي. تعرف من هنا تجيب الاتش ولا لا؟ طبعا سهل، يطلع معاك ب 8 سنتيمتر. معاك الار ومعاك الاتش، تعرف تجيب السلانت هايت ولا لا؟ اعرف اجيبه، يطلع ب 10 بالبايسايكلز، كويس جدا. هو كله ده عايز ايه؟ عايز التوتال اريا. خلاص التوتال اريا هقول الار اللي هو 6 باي تايمز ال بلس الار هيديني في الاخر 96 باي. هات لي 32. تمام، 32 بس مشكلتها هنضطر نفتكر حاجه من اولى ثانوي. تمام، كمل يا شباب. اول حاجه بيقول شايف ده؟ تعالى لو احنا بنتكلم بالنسبه الى اللي انت كنت بتسميه سيكشن، او احيانا في ناس بيسموه سيركلر سيكتور. تمام،
اللي هي سلايس بتاعت البيتزا دي. فاكر قوانينها؟ لو ده كان بيبقى الار كان بيبقى بقول ان اللينس بتاعه اللي هو ده الحته دي بيساوي سيتا راد فور. سيتا راد دي السنترال انجل بس في الراديان ديجري. خلاص يا عم ال دي اهي هو مديك مين؟ مديني السيتا راد ومديني مين الام بي يعني يعتبر مديك الار بتاعت السكت. اعرف اجيب اللي تحت ولا لا؟ سهل جدا. ال بيساوي الار اللي هو مديها لي بيساوي كام؟ خلي بالك هو بتساوي 3 بار. طب السيتا راد فاكر ازاي كنت بتحول من راديان لدجري؟ كنت بتقسم الانجل اوفر 180 وتضربها ببار. كويس جدا. يطلع عندي ان ال بيساوي دي هتبقى 2 اوفر 3 وده هنا كده يطلع عندي ان ال بيساوي 2 باي سكوير. خلي بالك وانا مش كنت دي بروح اقارنها ب 2 باي ار بيساوي 2 باي سكوير يطلع عندك ان ار بيساوي كام؟ يطلع عندك ان ار بيساوي باي. كويس جدا كمل. يلا هو هو عايز الفوليوم معاك الار ومعاك ال تمام. بس انت في حاجه فاكر هنا احنا هنا عملنا ايه باختصار شديد؟ احنا هنا تمام قلنا ببساطه ان ده هيبقى مين؟ هيبقى الدرور بتاعي. فانا كده عندي ان الدرور اصلا كان هو مديني بكام؟ ب 3 باي. جيب الاتش عن طريق بايثاغورس يبقى 3 باي اول سكويرد بلس باي اول سكويرد يطلع عندك روت 8 باي سكويرد يطلع عندك 2 روت 2 مين باي. حلو قوي كمل. جبت الاتش صح؟ هات الفوليوم. الفوليوم is equal to 1 over 3 by r squared h is equal to ركز معايا by over 3 اهي times ال r squared ال r بكام؟ ب by فيبقى by squared ال h بكام؟ ب 2 root 2 by بيساوي 2 root 2 by باور 4 اوفر 3 عشان 1 2 3 ادي 4 كويس اهي تبقى بي كويس كده. اللي بعده بص مش جايبينها هروح اجيب السؤال. طيب احنا خلصنا كنا وقفنا عند 33 تمام. ركز معايا بقى عشان ايه الكام مساله دول بقى تشغيل دماغ تمام. فاحنا هنشرح كل واحده بالتفصيل الممل. رقم واحد عايز الريشيو ما بين اللاترال اريا بتاعت السمولست كون ممكن تعمله من هنا باعتبار برضو ان هنا ايه والجريتست كون. انا وانت عارفين ان لو انت هتعمل سمولست كون يبقى انت شغال على الحته دي كده تمام. يعني السيكتور بتاعك عامل كده نفس المساله اللي فاتت بالظبط اهو. وهنا السنترال انجل بتاعي اسمها 2 باي اوفر 3. طب لو انا عايز اجيب جريتست كون يبقى انا شغال على هنا تمام. اهي تمام كده معايا لحد هنا الدنيا تمام. تعالى بقى انا وانت نشتغل. لو انا نفس المساله اللي فاتت بالظبط تمام شغال على الصغير اللي هنسميه تعالى وانت نسميه ال1. حلو كده يا معلم. ال1 قوانين اولى ثانوي بيساوي مين؟ سيتا راد في الار صح؟ سمي الحته دي مش دي مشتركه ما بين الاثنين هنسميها ار ار كابيتال تمام. ال1 اللي انا ممكن افكه ل 2 باي ار سمول 1 تساوي سيتا راد. سيتا راد بتاعتي مين؟ اللي هي 2 باي اوفر 3 ار. فR1 is equal to 1 over 3 مين R. يلا هنخلي بالنا منها. وانا وانت عارفين ان سلانت هايد قصدي الدرور بيساوي ايه؟ R كابيتال. ده اهو ده R كابيتال اهو. ركز معايا بقى. انا هنا 2 باي over 3 الناحيه الثانيه بيساوي ايه؟ عايز اجيب اللي هو الكومبليت انجل او الانجل ال 360 فهعمل 2 باي ماينس 2 باي اوفر 3 كان دي 360 يعني تديك
كمل مع بعض. كنا احنا فين؟ 2 باي ماينس 2 باي اوفر 3 يطلع معايا الانجل اللي انا هشتغل بيها في الجريتست كون باسمها 4 اوفر 3 باي. تمام ولا انا غلطان كده معايا؟ مركز. ال2 بيساوي سيتا راد والار كابيتال لسه شغاله معانا. كمل معايا. هنفكوا 2 باي ار 2 سمول سيتا راد 4 اوفر 3 باي ار. هجيب ار 2 يطلع عندي ب 2 اوفر 3 مين ار. حلو قوي. هو كان عايز مين اصلا؟ عايز اللاترال اريا. اللاترال اريا بيساوي كام؟ ال باي ار. صح ولا غلطان؟ باي ار. تمام. يلا فور كون 1 على كون 2 بيساوي الاثنين ال باي شغال معانا ال باي. الاختلاف الوحيد ار 1 اوفر ار 2 بيساوي، ركز معايا، ار 1 مين؟ 1 اوفر 3 ار كابيتال اوفر ار 2 مين؟ 2 اوفر 3 ار كابيتال. اعملهم يطلع معاك 1 اوفر 2. المساله الجايه دي تشغيل دماغ، يعني عايزه بس واحد فاهم، فاهم كون، يعني مش واحد حافظ او بيعرف يحل، لا واحد فاهم. ركز معايا بعد اذنك، مساله خطيره. كمل معايا. بيقول لك if we floated the opposite net it become a cone. شايف ده؟ ده 20. تمام؟ ركز معايا. ده ايه؟ ده 20. تعرف تجيب لي بعد اذنك الار اللي هنا ده؟ هو عايز اصلا الار الصغيره دي. تمام؟ بالنسبه الى السيركمفرنس ده، مش ده لما هعمله هيبقى حاجه كده من غير بيز، وهرجع انا الزق الدايره دي الصغيره تبقى هي البيز، فبالتالي شايف ده؟ انا هعمل له ايه؟ هلفه، صح كده؟ ركز معايا، هلفه. تمام؟ فالسيركمفرنس بتاع الحته دي السيمي سيركل ده هيساوي السيركمفرنس بتاع السيركل دي كلها. يعني ده الار بكام هنا؟ الار ب 10، صح؟ الار ب 10. فالمفروض هقول ان السيركمفرنس بتاع السيركل كلها كنت هقول 2 باي ار، بس انا مش هقول 2 باي ار ليه؟ عشان عندي سيمي سيركل، فهقول باي ار على طول. فباي ار بتساوي 10 باي. 10 باي ده بقى بيساوي مين؟ بيساوي الصغيره دي. ف 2 باي ار الصغيره بيساوي 10 باي اوفر 2 باي اوفر 2 باي، يطلع عندي من الار ب 5. فبيطلع عندي، احفظ بقى لو انت ما فهمتهاش قوي احفظها، لو انا عندي حاجه زي كده بيطلع على طول ايه؟ 1 اوفر 4 الديامتر الكبير. هنا الديامتر برضو كله ال، يبقى الار هاف ال، يبقى انا المفروض برضو هعمل نفس اللي عملته هنا، بيطلع عندي 1 اوفر 4 ال، ويبقى انا كده كمل معايا. يلا كنا فين؟ كنا هنا. تمام. بيقول لك انا عندي، كان عندي، شفت بقى ده عكس اللي احنا كنا بنعمله، كان بيبقى عندي هنا ده كنا بنسميه مين؟ ده الدرور اللي هو كان بيساوي هنا 13. كويس جدا جدا جدا. هو عايز يعرف ايه؟ it float it become. هو عايز يعرف هو اللي انا وصلت له هنا ده كان اصله ايه؟ كان اصله ايه؟ ايه؟ هو اصلا مين اللي انا متاكد منه ان انا عندي السلانت بيستر هو؟ طب انت هنا لما كنت بتجيب ال ال كنت لما انا كنت هنا بديك ال ال تجيب منه الار، طب انت لو معاك الار تعرف تجيب منه ال ال؟ طبعا طبعا. لو هنا ال ال بيساوي كام؟ الار هنا بيساوي كام؟ بيساوي 12. كويس جدا، الار بيساوي 12. اذا ال ال بيساوي 2 باي ار بيساوي 24 باي. كويس جدا، يعني ده كله بيساوي كام؟ 24 باي. كويس. هو انا مش عندي ان السيتا راد بتساوي ال اوفر الار بتاع الار،
طب ال L بيساوي كام؟ 24 باي اوفر 24 باي اوفر 13. باي اكيد اكبر من باي، فما دام اكبر من باي يبقى هي ولا اوبتيوس ولا اكيوت ولا ستريت، اسمها ايه؟ ريفلكس. لو انا الباي هي 180 تمام، فلو هي اكبر من 180 ده معناه ان هي عامله كده، ان اي انجل لو هي اكبر من 180 تبقى كده تمام. كمل معايا بيقول لي هنا درور ب 10 كويس جدا، الراديوس بيس ب 5 برضه نفس الكلام، هاجي اقول ان الراديوس ده 10 والراديوس بكام؟ ب 5. حلو جدا، الراديوس بكام؟ ب 5، فكده هعمل 2 باي الار ب 5 بتساوي 2 كده 10 10 باي اوفر 10 بتساوي باي، فما دام هي بتساوي باي الثيتا ريت بتساوي باي يبقى هي ايه؟ هي ستريت. كمل بيقول لك if we have quarter circle تمام، الراديوس لينس بتاعها كام؟ 16، يبقى ده الدرور بتاعي. الراديوس لينس اوف ذا بيس تمام. كمل بس، هو دلوقتي اداك لينس ايه؟ الدرو، وما دام هو كوارتر سيركل فالسيتا راب بتاعك بتساوي كام؟ بتساوي 90 ديجري او باي اوفر 2. كويس جدا، يبقى ال ال بتساوي سيتا راد في الايه؟ في الار بتاع السيكتور، السيتا راد بتساوي باي اوفر 2 والار بتاع السيكتور بتاعي بتساوي 16، يبقى هي بتساوي كام؟ بتساوي 8 باي. ده ال ال بتساوي ايه؟ 8 باي، ركز معايا 8 باي، 2 باي ار المفروض يساوي لي 8 باي، يطلع عندي ار بكام؟ ب 4. كمل معايا، بيقول لي الاريا اوف ذا سيركولار سيكتور ذات بالنسبه للتوتال اريا اوف ذا سيركولار سوليد كون ويتش كان بي فورمد فروم، عايز يعرف الاريا بتاع ده بالنسبه الى الاريا بتاع دوت، الاريا بتاع دوت انا عايز بس تركز حاجه، هو انا لما بعمل السيكتور بعمله فلويد عشان يبقى كون، بيبقى بيديني انا لو عايز اعمل احسب الاريا بتاعته بيبقى التوتال اريا ولا ايه؟ ولا لاترال اريا بالظبط، هو بيساوي اللاترال، لان اصلا السيكتور لو جيت تعمل له انت اصلا بتبقى مزنوق في الايه؟ في تحت، ما بيبقاش في اريا اصلا تحت، بيبقى فاضيه المفروض تبقى مجوفه من تحت، فانت المفروض انت بتحط من عندك، فانا كده كاني بعمل الاريا، هو عايز ايه؟ الاريا بتاعت السيكتور اللي هي بيساوي مين؟ سيتا رات r squared، او خلينا نبعد عن السيتا راد ونقول ال r على الدرور في r في الباي، صح ولا انا غلطان؟ هو انا عايز اسالك سؤال، مش الدرور هو ال r بتاع السيكتور، فهشيل ده مع ده، فانا كده عندي ال اوفر باي الار، هو ال ده لو انا شيلته مش ممكن بفكه ل 2 باي ار، صح ولا غلطان؟ يبقى 2 باي ار اوفر باي ار يطلع مين؟ يطلع 2. اذا هي اكيد اكبر من 1 ولا لا؟ بالظبط، استحاله تطلع اصلا قد ال 1 او اصغر من ال 1 تمام. اخر واحده واللي هي اخر سؤال معلش، ratio between الفوليوم بتاع regular quadratic pyramids and الفوليوم بتاع ال smallest circular cone contains pyramids، تاني هو مين اللي جوه مين؟ ركز معايا، مين اللي جوه مين؟ الكون هو الكبير وحاطط جواه بيراميدز. اولا كده الاثنين ليهم ايه؟
بالظبط الاثنين ليهم نفس الهايت، يعني عشان اجيب الفوليوم الاثنين ليهم نفس الهايت بالظبط. هنا اسمه 1 هو عايز مين مين اهو، هنا ده 1 اوفر 3 باي ار سكويرد تمام. طب وهنا اللي فوق اسمه برضو 1 اوفر 3 باي، لا الاريا بتاعت البيز بشكل عام انا ما اعرفش هي مين دلوقتي، في مين في مين في الاتش. ركز معايا 1 اوفر 3 باي ار سكوير، هو هنا الار بيمثل قد ايه، الار بيمثل قد ايه من الايه اللينز، يعني عشان انا اخد يعني انا كده انا على فكره بس عايزه بس افهمك هو ده عامل كده وده الايه اهي. ركز معايا بقى الار اهو بيمثل قد ايه من ايه من السايد لينز بتاع البيز بتاعه البيراميدز، لان انا فهمتك ان مين جوه مين تمام. ركز معايا هيساوي اللينز لو افترضنا ده كله اللينز او السايد لينز، السايد لينز هيساوي 2 روت 2 من الار. تاني هيساوي 2 روت 2. طب جت ازاي؟ مش هاف ده لو انا خدت ده 45 اعمل له ريزوليوشن يبقى هنا اسمه ار روت 2 وهنا ار روت 2 اجمعهم هما الاثنين يطلعوا عندك 2 روت 2 ار. بس ده اللي انا كنت عايزه. امسح الاريا بقى وحط معايا بعد اذن حضرتك 2 روت 2 ار وهعمل لهم سكوير، فهعمل 2 روت 2 واللي هي والاتش انا وانت عارفين ان الاتش هي هي ولا لا؟ 1 اوفر 3 1 اوفر 3 يطلع عندي دي هتتعمل سكوير تبقى 8 ار سكويرد اتش، وهنا هي هي بس ما في بس من غير الباي، فهنا برضو ار سكويرد اتش وهنا باي، فهنا 8 تو ذا باي. لا دي غلط دي هي كده ونبقى كده الحمد لله خلصنا الاسئله.